أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام اليوم، لكن باكر متوقع نشاطها بين الحين والآخر، تصل في سرعتها إلى 40 كيلومتر والخمسة 45 كيلومتر في الساعة، ويصاحب نشاط الرياح ارتفاع في الأمواج، يصل ارتفاع الأمواج إلى 6 قدم، راح يكون مزاج الحداقة أجلوا أي نشاط بحري ابتداء من يوم الغد. حاليا الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، عبور السحب راح يستمر ويانا خلال الساعات القليلة المقبلة. سرعة الرياح خفيفة حاليا، راح تكون خفيفة إلى معتدلة من 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة حاليا 27 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 28%، الرؤية الأفقية جيدة نوعا ما حول 10 كيلومتر. صور الأقمار الصناعية تبين عبور السحب، وأيضا من المتوقع أن تعود السحب بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة مع فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية بين الحين والآخر على بعض المناطق، امتداد تأثير منخفض جوي موجود ويانا، ومن المتوقع أعزائي المشاهدين أن يستمر ويانا لعدة أيام. الرياح متقلبة الاتجاه بوجه عام إلى جنوبية شرقية، درجات الحرارة تتراوح ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية، اعتدال في درجات الحرارة بعد غروب الشمس، والإحساس بالبرودة يكون ملحوظ خاصة في الفترات المتأخرة من الليل والفجر. عبور السحب تدريجيا سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة بإذن الله، وعبور السحب يكون ملحوظ أكثر خلال الأيام القادمة مع فرص لأمطار على بعض المناطق أثناء عبور هذه السحب. البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم اليوم، لكن باكر بإذن الله سرعة الرياح ستصل إلى 40 كيلو متر في الساعة، من 15 إلى 40 كيلو متر في الساعة، متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، ومن ثم تتحول من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية مع عبور للسحب وفرص لأمطار على بعض المناطق، أمطار خفيفة متفرقة. درجات الحرارة بإذن الله راح تتراوح في ساعات الصباح الأولى ما بين 15 إلى 17 درجة مئوية، أجواء تميل للبرودة بشكل ملحوظ خلال ساعات الصباح الأولى والفجر. ديروا بالكم، احنا بطلت نهاية أسبوع لموجودين في المزارع الشاليهات، أجواء باردة والإحساس بالبرودة يكون مختلف طبعا عند درجات الحرارة، الإحساس بالبرودة يشتد مع سرعة الرياح المتوقع أن تصل منتصف نهار يوم الغد إلى تقريبا 40 كيلو متر في الساعة، من 15 ل 40، وبعد ذلك خلال المساء تدريجيا تشد سرعة الرياح وتكون من 15 ل 45 كيلو متر في الساعة. البحر راح يكون خفيف إلى معتدل، يعلو بين الحين والآخر من 2 إلى 6 قدم. درجات الحرارة يوم الغد تتراوح ما بين 26 إلى 28 درجة مئوية في أغلب المناطق، وانخفاض متوقع أيضا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. مساء يوم الغد أيضا الرياح راح تكون متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية بين الحين والآخر. البحر ما ننصحكم فيه باكر لأنه راح يكون من 2 إلى 6 قدم، هذا مزعج الحداقة طبعا. المد الأول الساعة 12:25 دقيقة صباحا، المد الثاني الساعة 2:31 دقيقة مساء، الجزر الأول الساعة 7:46 دقيقة، والجزر الثاني الساعة 7:44 دقيقة مساء، ويكون ارتفاع الأمواج من 2 إلى 6 قدم. فترة هذه فترات الحمل، زار مشاهدين أجروا أي نشاط بحري أيضا خلال الأيام القادمة، لأن نشاط الرياح راح يستمر ويانا لعدة أيام. المواقيت بإذن الله، أذان الفجر الساعة 4:49، والشروق الساعة 6:11 دقيقة، والمغرب الساعة 4:53 دقيقة. أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة، عبور السحب راح يستمر ويانا لعدة أيام مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية بين الحين والآخر على بعض المناطق. الرياح متقلبة الاتجاه إلى كوس يوم الغد بإذن الله 28 عظمى وصغرى 13 درجة مئوية، وسرعة الرياح من 10 إلى 40 حتى منتصف النهار، لكن بعد ذلك تنشط تدريجيا وتكون من 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة. أجلوا أي نشاط بحري، ارتفاع الأمواج يصل إلى 6 قدم في يوم الجمعة، وأيضا يوم السبت والأحد نشاط ملحوظ أكبر في سرعة الرياح، والرياح راح تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بين الحين والآخر، سرعتها من 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، والإحساس بالرطوبة راح يكون ملحوظ على المناطق الساحلية فقط، الإحساس ما راح يكون كبير لأن درجات الحرارة متراجعة، لكن اللي عندهم مشاكل ربو راح يحسون بالرطوبة خاصة على المناطق الساحلية. 25 العظمى والصغرى 15 درجة مئوية، تراجع ملحوظ في درجات الحرارة راح يستمر ويانا لعدة أيام، اعتدال في درجات الحرارة، درجات الحرارة 25 تعتبر معتدلة نسبيا تميل للبرودة بشكل ملحوظ، الصغرى تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية، فترة صفري 25 العظمى في يوم الأحد والصغرى 16 درجة مئوية، وسرعة الرياح في يوم الأحد تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة، ارتفاع في نسب الرطوبة راح يكون موجود ويانا في يوم الأحد، الرياح من 25 إلى 50، البحر يصل ارتفاع الأمواج فيه من 3 إلى 6 قدم ويصل إلى 7 قدم، وفي فرص
فرص لعدم الاستقرار طبعا في يوم الأحد، راح نوافيكم معلومات أكثر عن هذه الفرص بإذن الله في نشراتنا القادمة يوم الاثنين. أيضا نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية من 15 إلى 45، 24 العظمى والصغرى 15 درجة مئوية، وهناك أيضا فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، قد تكون رعدية تستمر ليوم الاثنين، 25 العظمى والصغرى 15، وجنوبي شرقي الهواء من 15 إلى 45. أعزائي المشاهدين، الرياح متقلبة الاتجاه بوجه عام خلال الأيام القادمة، ونشاطها بين الحين والآخر راح يكون موجود ويانا مع عبور للسحب وفرص لأمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون رعدية. نتمنى منكم متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر على تلفزيون الكويت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الإعلام أو موقع إدارة الأرصاد الجوية، وعدم الالتفات لأي رسالة مجهولة المصدر، وأجلوا أي نشاط بحري ابتداء من يوم الغد وخلال الأيام القادمة لحين تراجع سرعة الرياح من أجل سلامتكم. نشاطنا الجوية تنتهي، ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.